لا تنالكم، لاصطلمكم الأعداء وأخذتكم اللأوى. الله الله، يقول لو ما إيد الرعاية ممدودة لا ما يبقى منكم أحد، لو ما إيد الرعاية ممدودة لا أي بلوى من البلوات تخليكم كلكم في ذوبان، تروحون باقين، وباقي هذا الاسم وباقي هذا العنوان، الإسلام باقي، التشيع باقي، ولاية أهل البيت باقي، قضية الحسين باقية. هذا بيمن؟ فمو بي وبيك، لا، أكو نفس طيب، أكو رعاية ممدودة، أكو توفيقات ممدودة من قبله. فلذلك كن نستشعر ألمه ونستشعر حزنه وكلمات تكون ترن في أذهاننا. شوف شوف لما يخاطب جد الحسين يقول له لئن أخرتني الدهور، الله، وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداء ومناصبا، فلأندبنك صباحا ومسا، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. أنا قلت له بداية المجلس على ما على ما راعي الثار ما يظهر، على ما على ما وينشر لليتانون، ينشير لليتانون، علام علام نسب متون عمات. صار الحكي يوجع، نسب متون عمات، علام علام أثر سياط زجر وجور مهي. سيدي يا صاحب الزمان، راح أقرأ لك هالمصيبة اللي جرت على عمتك زينب ليلة 11، وأرجوك بحق جدك الحسين أمن على دعائنا، أنت الوجيه الليلة في دعائنا يا وجيها عند الله. يا محبو، افتح لي قلبك الليلة شوية، كلفة كلفة. يا محبون يا موالون، أطفال الحسين فروا في البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، أطفال للحسين داستهم حوافر الخيط. ويجي واحد يقول لك ليش تبكي على قضية الحسين؟ بعد أطفال للحسين حرقتهم النوم. أطفال للحسين قتلهم العطش. أطفال للحسين ألمتهم الصيام، حتى الأطفال اللي كانوا يبكون كانوا يضربونهم بالصياط. بعد هذا الحال شنو سوى يا أحبائي يا موالون؟ خل نعرض القضية على صاحب الزمان. طفلة من أطفال الحسين تاهت ليلة 11، زينب دورت على الطفلة ما لقته، يمنى يسرى تصيح عمه 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 وين؟ ماكو جواب.
سألت الأطفال قالوا يا عم نحن كل واحد فر بجانب. سألت الكبار قالوا أخي ما ندري. طلعت زينب تدور على الطفلة اللي الأظلام وحشة الخيم محروقة. طلعت تنادي عم فلانة عم فلانة ماكو جواب. هناك زينب شافت قريب عليها فارس واقف على فرس. سألته من أنت ماذا تريد؟ قال أنا جندي من جيش عمر بن سعد. قالت ماذا تفعل عندنا؟ قال أمرني الأمير أن أحرسكم الليلة. دارت وجهها للعلقمي صاحت أبو فاضل. خويا يا عباه خويا أبو فاضل شوف ياهو الواقف بمكانك الليلة. عباس من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني وبنص الشدايد لعفتني. عاد هنا زينب سألته قالت له ما رأيت طفله؟ قال بلى وانا اقبلت عليكم وانا جايكم سمعت انين عند مصرع الحسين. الله يرحم عبد الحسين الشرع رحمة الله عليه. اسمع اسمع عنده حاجة واقفة. والله يا جماعة وحق هذا الشهر ما قرأنا هذه المصيبة لحاجة إلا وقضيت، ما قرأناها لمديون لمريض. اسمع شوي افتح لي قلبك. خوش تصوير هذا عبد الحسين الشرع يقول زينب راحت من سمعت حكي الخيال. زينب راحت بهم تصيح بصوت وين انتي يا بعد الروح يا عم. سمعت من بعد ونا وحدة تحاجب اليم. تقلنا بعدن خيمي ولا حد من هلي يمي. اريد اصلى عند امي ما تقعد توديني لعند امي يا ابو سكينة. الله الله يا ابو يظلم علي الليل ومن خوف خطف لوني. واهلي صاروا بعيدين ما اظن بعد يلفوني. ركضت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني. قامت شبقت عليها وتلوذ من الوجل بيها وعمتها تحاكيها تقلها شو وصلك لهنا وندور تخلينا. اسمع الطفلة قلها يا عم الخيل من هجمات وعادي حرقة وخيم. انا على وجهي من الخطر فريت ومن الخوف يا عم. يا عم انا جيت لقيت ابوي حسين نايم وقعدت يم. يا عم وجنع يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. يا عم وجن علي الليل وانشبني الوجل والويل. أنا من أسمع صهيل الخيل ألوذ بكتر أبوي حسين. ألوذ بكتر أبوي حسين وتوسد على يمينه. زينب حملت الطفلة رجعت بها إلى العيال. إلك هالبيتين سيدي ذن البيتين إلك أقراهن. زينب لما حملت الطفلة التفتت إلى الحسين تقول له والله حيرتني يا حسين والله حيرتني.